خبرنا الثالث من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سحر ناصر اللي ناقشت مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي الدكتور زياد العذاري آليات زيادة الاستثمارات التونسية في مصر وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة 16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، ده بالإضافة لتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين. الوزيران بحثوا إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين ليتم تسهيل وتشجيع ضخ الاستثمارات وإقامة المشروعات بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في مصر وفي تونس.